يعطيكم العافية جميعا. اليوم رح نكمل بمحاضرات الهاند، ورح نبلش بالmuscles of the hand، واليوم رح يكون الفيديو عن اللامبركلز والانترسوي muscles. 4 lumpercles 8 intersoi muscles are on the hand. نبلش باللامبركلز. lumpercles الفيرست and second lumpercles حيعطيهم median nerve كinnervation، والثيرد and fourth حيعطيهم deep branch of ulnar nerve. أفرجيكم المسلز قبل ما نحكي عن الأكشن تبعهم. أوكي، هاي اللامبركلز، هيهم ثيرد فورث. لو اجينا نشوف النيرف يلي بغذيهم، حنشوف انه الالنر نيرف والبرانشز من الالنر نيرف، ديب برانش اوف الالنر نيرف. اوكي، هي حنعمل هي النيرفيشن، شوفوا هيعطيهم الديب برانش اوف الالنر نيرف كثيرد اند فورث. التنتين مع بعض اللي هم موست ميديان. لو اجينا نشوف الفيرست اند سكند، نشوف الانرفيشن حيعطيهم branches of a nerve. مين النيرف؟ الميديان نيرف. تمام، هاي الانرفيشن للفيرست اند سكند. اصلا الفيرست والسكند كشكل خارجي بشبه بعض، هاي الفيرست هاي السكند، الثيرد والفورث كمان شبه بعض. لو اجينا نحكي عن الاكشن، حيعملوا فليكشن للميتاكاربوفالانجيال joint و extension للinterphalangeal joint of the fingers except the thumb، لأنهم طبعا ما إنهم insertion بالthumb. هلا هون رح تشوفوا الflexion of اوكي هلا ما تطلعوا على flexion للinterphalangeal، بس المتكاربوفالانجيال اللي هم بس هون. تمام، لأنه اللي حيعمل للinterphalangeal هي muscles تانين. اوكي، عشان افهمكم الاكشن، لامبركلز حرف ال صح، ال شقلوب، هاي ايش تمثل؟ الميتاكاربال بونز. تمام، هون عنا 3 فالانجيل، هدول ال 3 فالانجيل حيكونوا اكستندد. هاي عندي جوينت 2 اكستندد، وهون في فليكشن اللي هو الجوينت ما بين الميتاكاربال بونز اند بروكسيمال فالانجيال. تمام، اوكي. هلا نيجي على الانترسوي ماسلز. الانترسوي حكينا 8، 4 منهم بالمر و4 منهم دورسال، والتنين حيعملوا التنين لهم كبرانش وكانرفيشن، التنين حياخدوا من ديب برانش اوف الالنر نيرف، بس كأكشن العكس. البالمر انترسوي حيعمل ادكشن. شوفوا الانترسوي موجودين على all of fingers except the middle finger، فبعملوا ادكشن سوري البالمر ادكشن toward the middle finger، بينما الدورسال انترسوي برضو حياخدوا من الالنر نيرف، حيعملوا ادكشن from center of third، حيعملوا abduction للfingers بعيدا عن الميدل finger. تمام، فالبالمر بيعمل abduction، بالمر P مش D، هون العكس، بالمر P مش D حيعمل abduction، dorsal D مش P فبعمل abduction، احفظوها زي هيك. هلا كمان البالمر والدورسال انترسوي إلهم دور بالفليكشن اوف ميتاكاربوفالانجيال جوينت اند اكستنشن اوف انترفالانجيال جوينت. ليش اللامبركلز والانترسوي بيعملوا هذا الاكشن اللي هو فليكشن اوف ميتاكاربوفالانجيال جوينتس اند اكستنشن اوف انترفالانجيال جوينتس؟ عشان يساعدوا بالفاين موفمنتس اللي هم الرايتنج الدراوينج threading a needle and so on. هاي حركات دقيقة بدها برضو muscles تتحكم فيها، فهم عبارة عن flexion هاي الميتاكاربال بون، هاي الفرنجيلز أو الفرنجيز، flexion of metacarbophalangeal joint or extension of two
interphalangeal joints. نحكي عن ال muscles of the thumb. ال muscles of the thumb هم عبارة عن four muscles: abductor pollex previus, flexor pollex previus, opinuses pollex and adductor pollex. First three حياخدوا from thenar eminence and all inserted in the base of proximal phalanx. All inserted in the base of proximal phalanx. طبعا لمين؟ للثمب. وهي thenar eminence يلي حياخدوا منها origin. نبلش بالابدكتور بولكس. ابدكتور بولكس دكتور مش طالب منكم origin و insertion، فبالتالي حناخد الانرفيشن median nerve وحتعمل abduction of the thumb. تعالوا abductor، اسمها abductor. pollex دايما حكينا انها بتخص الثمب و previous لانها short. حتعمل abduction of the thumb وحتاخد من median nerve. تعالوا افرجيكم اياها. هاي abductor pollex previous. الاتاتشمنت مش مطلوبة بس عشان توضح عندكم كمثل. هاي الانرفيشن تاخد عطول من الميديان نيرف. شوفوا بالضبط بتاخد من الميديان نيرف عطول. ولو شفنا شوفوا ركزوا على هاي المثل وانسوا الليتل فينجر. abductor pollex longus وظيفتها تعمل abduction of the thumb. شوفوا وين inserted at proximal phalanx of the thumb. تمام. flexor pollex previus. flexor هتعمل flexion. pollex بتخص الثمب وفي previous لانها short. هتاخد برضو من الميديان نيرف وهي هتعمل flexion للميتاكاربو فالنجيال joint of the thumb. الفليكشن هون محدد بس للميتاكاربو فالنجيال joint of the thumb. طب هتسألوني ليش للميتاكاربو فالنجيال؟ لأنه الفليكسر previous أنا inserted in the proximal phalanx of the thumb. صح، معناته it does not cross this joint اللي هو الجوينت ما بين the proximal and distal phalanx، فبالتالي مش رح تقدر تعمل له flexion. هي بتعمل flexion أو بتعمل action تبعها على الجوينتس that the it cross them. حتى توضح الصورة أكثر، هاي flexor pollex previous. تمام. هلأ شوفوا it crosses this joint. هتعمل cross للjoint between metacarpal bone والproximal phalanges. هذا الjoint اللي هو between the proximal phalanges والdistal phalanges it does not cross it. ما بتعمل له cross. بالتالي it does not or it can't act on it and do the flexion on this joint. شوف هتعمل flexion of the thumb. وانا اعتذر جدا قبل شوي على الابدكتور، فرجيتكم الفليكشن ما فرجيتكم الابدكشن. اوكي نجرب نشوف اذا حطينا الاكشن تبعها ابدكشن. هذه ابدكشن. This is the abduction. بس هذا للرست، أنا بدي للثمب. ما أتوقع أن إيه هذا thumb deflection. Thumb extension. Okay. مش موجود. أنا أعتذر جدا، فرجيتكم الفليكشن مش الابدكشن. هلا ممكن تلاقوا المسلز عم تعمل اكثر من انتراكشن. الفكره انه بحكوا لكم هون بالسلايدات عن الاكشن المور كومن او اللي هي بتساهم فيه بشكل رئيسي. فعادي ممكن تشوفوا الابدكتور ساهمت بالفليكشن اوف ذا ثمب، اتس نوت ا بروبلم. بس الفكره انه المين اكشن تبعها هو ابدكشن، فاحنا نضل على انه الابدكتور بولكس بريفيوس حتعمل ابدكشن اوف ذا ثمب، والفليكسر بولكس بريفيوس حتعمل فليكشن اوف ذا ثمب. الاوبونيونوسيس بولكس بيعطيها الميديان نيرف برضو كميديان نيرف رح يعطيها.
و it pulls the thumb medially and forward across the palm. هتعمل pull the thumb medially and forward across the palm. تمام، هتعمل حركة للثم بهذا الاتجاه. تعالوا نشوفها. هي المصل، وشوفنا نيجي الانرفيشن تبعها هو من الميديان نيرف. اتوقع هون شوفوا كيف بتعمل ميديال pulling and forward. كمان مرة مع الحركة، حعمل stop here عشان بس نشوف كيف الحركة. هاي الثمب كان هون عملت pull medial بس ما حركته هيك as an adduction، no عملت كمان forward movement للثمب. تمام، اذا نعيد ونشوف ال opponionosis not faded. اوكي كمان مرة medially and forward. تمام اوكي، الادكتور بولكس هون حيعطيها الديب برانش اوف النر. اذا الوحيده اللي طالعه عن القاعده بالمسلز اوف ذا ثمب هي الادكتور بولكس. الادكتور بولكس حيعطيها الديب برانش اوف النر نيرف، هتعمل ادكشن اوف ذا ثمب. ادكتور بولكس ادكشن، اذا حكينا عن الابدكشن او الابدكتر حتعمل ابدكشن. ابدكتر حتعمل ابدكشن، حكينا عن الفليكسر حتعمل فريكشن، حكينا عن الاوبونيونوسز حتعمل ميديال اند فورورد موفمنت، وحكينا عن الادكتر حتعمل ادكشن. كلهم بياخذوا من الميديان نيرف ما عدا الادكتر بولكس، حتاخذ من الديب برانش of ulnar nerve. افرجيكم اياها هون. Can we will remove the ligaments. هاي adductor pollux، نشوف ال innervation تبعها. شوفوا حيعطيها deep branch of ulnar، ما حيعطيها الميديان. لو اجينا نشوف اوكي، مش كمان مش حاطين ال adduction of the thumb، not a problem. نحكي عن المسلز اوف ليتل فينجر. المسلز اوف ليتل فينجر حنحكي عن 3 مسلز. ابدكتور ديجيتي مينيمي، من هسه ايش حتعمل؟ ابدكشن. فليكسر ديجيتي مينيمي برضو حتعمل فليكشن. اوبونيونوسز ديجيتي مينيمي هون بيشبهوا الليتل فينجر بس انا ما عندي ادكتور. حياخذوا من الهايبوثينر امينس. اوكي بس برضو الدكتور مش طالب منكم original insertion. abductor digiti minimi هو deep branch of ulnar nerve، حيعطيها حتعمل abduction of little finger. تعال نشوف ال abductor digiti minimi. اوكي هاي ال abductor digiti minimi كان من وين تاخد innervation؟ من deep branch of ulnar nerve. تمام، ايش حتعمل؟ abduction of the little finger. الفليكسر ديجيتي مينيمي برضو حتاخذ من الديب برانش اوف النر نيرف، حتعمل فليكشن اوف ذا ليتل فينجر. افرجيكم اياها هون. This is the flexor digiti minimi، وهي حتاخذ من النر نيرف تحديدا الديب برانش اوف النر. والاوبونيونوسز الديجيتي مينيمي حتاخذ من الديب برانش اوف النر نيرف اجين. It pulls the fifth metacarpal forward in cusping of the palm. حتحركها forward movement in cupping the palm. ثواني. شوفوا كيف حتحرك الديجيتي مينيمي forward cupping. كمان مرة. هاي المصل سوري نو ثواني، ليش مش حاطينها؟
حركه غريب، بس هي حتحرك الثوم فورورد، مش حاطينها مع الجروب اوف ذس. لمبه لمبه لهي، اوكي شايفينها؟ تمام، هاي الفورورد موفمنت اوف ذا ثمب اوف ذا ديجيتي مينيو، عفوا. تمام، البالمارس بريفيوس هي سوبرفيشال برانش اوف ألنر نيرف، حيعطيها شفناها بتكون على جهه الليتل فينجر، حتعمل كورجيتس ذا سكن تو امبروف جريب اوف ذا بالم. فرجيكم المصل، هيا بالمارس بريفيوس مصل، وشفنا الانيرفيشن تبعها حيكون من السوبرفيشال برانش of the ulnar nerve. تمام، شوفوا هاي الopposition of the thumb، abduction والadduction والopposition of the little finger. هون بيعطينا summary ل each nerve which give the muscles، زي ما حكينا بالslides اللي قبل. يعطيكم العافية، ولا تنسوا تدعوا لدكتورة دعاء أبو جامع برحمة والمغفرة والسعادة بالجنات يا رب، ويكرم أهلها بلقاء في الجنة بإذن الله. لا تنسوها من دعواتكم، يعطيكم العافية.